يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تنطق الجوارح، تنطق عينك بما رأيت، ولسانك بما تكلمت، وأذنك بما سمعت، ويدك بما امتدت إليه من قتل وسرقة واختلاس ونهب وشهادة زور وغير ذلك. تشهد يدك أيها المطرب وأيها الفنان بما عزفت في هذه الدنيا وأفسدت من الناس. تشهد يدك أيها القاتل يا شاهد الزور، يا من تزور الأحكام والبصائر والأوراق والمعاملات في المحاكم وغيرها. تشهد عليك يدك أيها الصحفي والإعلامي والكاتب، يا من تؤجج نيران الفتن وتبث الأكاذيب والزور وتحدث الإرجاب بين المؤمنين وتلمع أهل الباطل والشرك والإجرام. ستشهد عليك يدك يوم القيامة، وهكذا كل أحد بما عمل. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيا عباد الله، استكثروا لأنفسكم من الشهود لكم بالأعمال الصالحة في الليل والنهار، في السفر والحضر، في بلادكم وغير بلادكم، في بيوتكم وغير بيوتكم، في أرضكم وغير أرضكم، في أي مكان تنزلون وفي أي أرض تكونون بها. استكثروا من الشهود لكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.